شطري بيبي. شنو هي شطري بيبي؟ طيارة. شو انت ان ايربلين؟ ان احنا رحنا لقاها بمكان جت لقاها بالمكان البسط. لا يتيهم مكتوب. معانا عثمانية عاد. زوجي من العام بالاحداثات. اشتريته غزة برميل. نزل عليه شي بسوق جدانة واشتلوه. جينا بولمو. وش جبنا؟ والله جبت له هدمة ذن البلقاع. 80,000 سوري. جبت له هدمة البلقاع هذنا. نام به بس. رجل ضروري. من جينا جان مع دروع المدرسة، المدرسة انضربت هاي جاء برميل زاد انضربت كان بيها الطلاب تأذوا. نحب نلعب نحب ندرس يعني نكتب بالعربي ما بعرف بالانجليزي الحين. نظل خايفين عليهم هيك. لا من مبسوطة يعني مهنا مأملات الشغلات اللي نريدينها. يعني مثلا نريدنا نلعب شيء من مأملات اللي شيء يظل يخافون اذا بالله يظل يخافون يقعدون من النوم. ليه يخافون؟ ما تجيهم اذا مثل الرعب ويحضرون هاي وجاني جاني وظل يجي ربع ساعة ظل تصيح. تخاف تخاف ليه اجتاح الحالة نظرت من الطيران اولي بدي اشتغل مشان اجيب مصاري لاخواتي بس اكبر اجيب مصاري لاخواتي وهيك امشي حالتنا بيها. انا ما اريد كل شيء غير سلامتهن يعني بس اللي يريد يطلبونه بدي اياهن. شنو هي شطري بيبي؟ طياره. شو انت ان ايربلين؟ شو بتعملي بهذه الطيارة؟ تروح بيها على السعودية؟ قولك انا بحبيها. تقول بيها على السعودية.